الساعة تشير إلى منتصف الليل، متواجدون حاليا بمصلحة الإنعاش للمصابين بفيروس كورونا، أين يخضع جل المصابين إلى مراقبة مستمرة. نقف وإياكم على جهود الأطباء من جهة وعلى معاناة المصابين من جهة أخرى. ما يديروش اجتماعات العراسة، وهذا هما العراس اللي هردونا بزاف علينا الحوايج هذو، وشوية احنا رانا سهزين على كل حال. هذه ثاني نقطة دونجي بزاف، خاصة نتاع العائلات هذه، تنقل العائلات لبعضهم لبعضهم، لازم كل واحد حاشاك يحكم المرأة، يقول المرأة تاعو في دار ما يخليهمش يخالطوا بزاف التجمعات والقفل البيبان، هذا ما يهلكوا الناس. هاو عمي الحاج هو ما مريض بالكوفيد، عنده شحال من يوم هو لهنا، هو مازال مرتاحش، هو مازال يسوفري، هو مازال مطول باه يرتاح ان شاء الله. انا قايمين بهم اش ما يخصونا انا لهنا، واش راح نقول لكم، هاو اكزومبل كيما مئات لي زيكزومبل اللي فاتوا علينا، الناس يسوفري بصح كاينين جماعه شغل ما على بالهمش ولا ما بغاوش يصدقوا بلي لا. أمام كل هذه التحديات يواصل الجيش الأبيض يوما بعد يوم وقوفه سدا منيعا ضد هذا الوباء، وباء لعين يفتك بالبشرية أجمل. من مصلحة الإنعاش للمصابين بفيروس كورونا، حكم صخري لتلفزيون البلاد.